بذكرى الراحل الموسيقار ملحم بركات، طبعا رحل بالجسد ولكن أفكاره وموسيقاه الرائعة فعلا اليوم عم نسمعها بعد أكثر وأكثر، نتمعن فيها أكثر وأكثر ونشوف هالإرث الكبير يلي ترك لنا إياه أستاذ ملحم بركات. اليوم طبعا غسان يمين ما راح يخلي هالمناسبة تمرق بلا ما يكون في تكريم كبير للموسيقار ملحم بركات. أهلا وسهلا فيك. بونجور كاتيا، بونجور للمشاهدين. أكيد اليوم فعلا نهار انا كنت مصر انه نعمل تحيه نقدم تحيه للفنان الكبير ملحم بركات، لانه يعني كنا عم نحكي كاتيا تحت الهواء انا وياك قد ايه هذا الزلمه كانت مربوط فنه بشخصيته، قد ايه كان هيك نقول الشاطر كان عنده اياها، كانت هالقد شغلتنا بشكل انه كنا اوقات ما نركز كفايه على فنه، يعني نحن حتى كفنانين يعني نبقى ناطرين شو هيك الشغل السكوب اللي بده يعمله ملحم بركات على طول. بقى بتعرفي يعني قد ايه بخلال هيدي السنه من بعد ما غاب قد ايه حسينا بحجم الخساره عن جد على كل المستويات، على مستوى ملحم بركات المطرب، مستوى ملحم بركات الملحن، وحتى شخصيته يعني ما بتشبه شيء هذا الزلمه. وانا كنت عن جد ناطر هذه الفرصه، يعني ناطر ذكرى السنه تا نعمل له هذه التحيه، لانه هذا اقل شيء بنعمل له، وتا نرجع نضوي شوي على اغاني وفعلا يعني الناس ما يمكن ما بتعرفها او يمكن اليوم عم بسمع ريهرسلز عم بقول انه في اغاني بعرفها وما بعرفها، يعني لانه بالزبط. غير مركز عليها بالاعلام، مركز على اغاني معينه ما بعرف ليش بتبقى ماشيه صحيح. وهي الاغاني يعني اللي اليوم اكثر شيء بنسمعها لملحم بركات اللي بيعيدوها المطربين هن تبع اخر مرحله، لانه ملحم بركات يعني فينا نقسم حياته الفنيه خلينا نقول لثلاث اقسام، هي اخر مرحله هو اكثر شيء الاغاني اللي الناس بيعرفون. بس اليوم رح تكتشفوا انه في اغاني فعلا كثير حلوه والاعلام ما كثير مضوا عليهم، وحتى المغنيين اللي عم يعملوا كفرز لملحم بركات ما بفكروا فيهم وهذا مؤسف. بقى اليوم رح نحاول نعطيهم قيمتهم. غير موسيقى ملحم بركات عن جد فعلا رائعه جدا، وهي مدرسه يعني، وقلنا فخر كثير كبير بلبنان نقول هي موسيقى لبنانيه. صحيح. في انتقاء الكلام عند ملحم بركات مش عادي. مش عادي صحيح، وهون بعتقد كان عنده حظ انه على طريقه الفنية يعني بخلال مسيرته التقى بشعراء قدر يكون على نفس الموجة هو إياهن، يعني من وقت ما بلش مع توفيق بركات ورجع عمل كتير أغاني معه لتوفيق بركات، وصولاً طبعاً هلأ يمكن الأخوين رحباني وروميو لحود، هن ناس كانوا أكتر هن اللي عم يكتبوا أكتر، يعني ما كان عنده مش ما عنده رأي بالنهاية، كان يغني الشيء اللي بيقتنع فيه بس ما كان عنده الانبوت تبعه. بس المرحلة اللي بعدين انتقل فيها مع منير عبد النور ونهاية أكيد مع الشاعر نزار فرانسيس، بعتقد كان حظ له لملحم بركات أنه يقدر يلاقي هيك نوعا ما توأم روحه فنيا، وهذا الشيء اللي كتير ساعد يفهموا له شخصيته كمان يلي هي صعبة وجدلية. صح، يعني مش عادية شخصيته، في كتير ناس بتعرفي كانوا يخافوا يواجهوه لملحم بركات من وراء قد منه هيك نقده لازع وقد منه صريح يعني بالنهاية، وعنده هيك حر الطبع مثل ما بيقولوا. هلا قبل ما نبلش نسمع أول أغنية اليوم بدي أحكي شوي صغيرة عن طفولة ملحم بركات اللي كانت شوي مش عادية كبداية، لأنه هوسه بالموسيقى بلش كثير صغير، وكان في تأثير من بيو اللي كان هو نجار بيو، بس أنه كان عازف عود طبعا هاوي كان ويغني، وكان مولع بعبد الوهاب بيو بشكل مش طبيعي. بقى كان يعزف على العود بطريقة كثير هيك أماتور خلينا نقول، وملحم بركات كان كثير صغير يشوف بيو يعني كيف عم بيعزف الطريقة اللي عم يعزف فيها، بيو بعد ما يفل يحط العود على ظهر الخزانة، يطلع ملحم بركات شي يفل بيو يعربش على ظهر الخزانه ياخذ العود ويجرب يقلد بيو، هيك بلشت الامور معه. وهون بلش يبين انه في شيء عم بيتحضر، وهون طبعا كمان كان في دور يقال للمختار تبع كفرشيما. مختار كفرشيما كان عنده فونوغراف بهيدي الفتره، وكان على طول يحط موسيقى على صوت عالي طربيه، وهي كمان بقول ملحم بركات انه كثير كثير لعب الدور بهذا المخزون اللي كان عنده اياه بذاكرته خلينا نقول. بقى هول ذكريات الطفوله لحد ما بالمدرسه بلش هون وبالحي بلش يظهر مواهبه. هلا قبل ما نحكي عن هاي المرحله كمان بشكل هيك مفصل اكثر رح نسمع اول اغنيه اللي هي اول اغنيه خاصه لملحم بركات. ما بدك تعرفنا على ضيوفنا؟ اكيد، ما هلا رح نحكي مين بده يؤديها. طبعا هيدي الاغنيه اسمها الله كريم، وهي اغنيه الكل بيفكروا انه وديع الصافي اللي بغنيها، وهي لا، هي اول اغنيه خاصه لملحم بركات عطيها فيلم وهبي، وهون رح احكي بشكل مفصل شو كانت علاقته المميزه مع فيلم وهبي.
اليوم رح يكون معنا طبعا كمان مثل العادة مجموعة من المواهب الشابة الواعدة جدا. بيسعدني يكون معي سامر سعد اللي هو طبعا فنان واعد، وأنا كتير كتير مؤمن بموهبته لسامر، ومرق معي من فترة مش بعيدة بحلقة كانت خاصة لعيد الأضحى، تحية لك سامر. رح يكون معنا على الكيبورد موزع وعازف موهوب جدا كمان، وفي ذوق وفي ثقافة بشغله، هو ريمي مراد. رح يكون معنا هون مفاجأة اليوم عازفة ناي، عازفة ناي اللي هي شغلة فعلا يعني تكاد تكون من القلائل جدا اللي يعني الإناث اللي بيعزفوا ناي، ريبيكا أبو جودة. ورح يكون معنا رودولف مانوكيام مثل العادة اللي هو ضيفنا الدائم بميوزيكال، عازف الإيقاع الموهوب جدا، وبدي وجه له تحية كبيرة اليوم شخصيا لأنه اليوم عيده لرودولف. هابي بيرثدي. هابي بيرثدي لك رودولف، وأنا كتير مقدر إنه تكون معنا نهار عيدك، يعني إن شاء الله نزيد شوية فرح على حياتك اليوم على هذا النهار المميز. بقى رح نسمع هلا أول أغنية الله كريم اللي هي من كلمات توفيق بركات وألحان فيليمو وهبي لملحن بركات. حلوة، صوت حلو، وشكر للعازفين كمان. أكيد أكيد رائعين. شكر كبير لكل الموسيقيين اللي معنا اليوم ولسامر. لكن هذه الأغنية كانت هي المرحلة الأولى، خلينا نقول جديا بالموضوع. هلأ قبل هذه المرحلة في خبرية كتير مهضومة، أول تجاربه التلحينية لملحن بركات صارت أنه أخذ جريدة وأخذ أرتيكل من الجريدة لحنه. تخيلي مثلا واحد بتعم بلحن نشرة الأخبار مثلا، عم بلش الشعطة عبكير. قديش إنسبايرينج بتكون الكلمات. بقى غنيها، وبتعرفي بوقتها يعني صاروا بالمدرسة ينطروا المناسبات اللي غني فيها ملحن بركات، وبالحي عنده صاروا يسموه مطرب الضيعة، وهو كان كتير صغير فعلا. هلا الوقت اللي أول مرة يعني هيك إجته الجرأة يسأل بيو يقول له أنا عبالي أعمل فنان، ردة فعل بيو كانت مأساوية، قال له أنت في حدا اسمه محمد عبد الوهاب وأنت مفكر تعمل فنان؟ أنه كيف بيجي ببالك هذا الموضوع؟ هيدا هو كان المشكل. إيه مشكل كبير، لأنه بيو كان كتير متأثر بملحن بعبد الوهاب، وبالنسبة له أنه تقولي كلمة فنان يعني بتكون حدا بكاليبر عبد الوهاب، وأنه حتى لو ابنه ما بتزبط. بقى منيح اللي ملحن بركات ما كتير سمع الكلمة من بيو، هو هيك ثائر من ما خيب له أمله. ايه هلا بالنهايه ما خيب له امله، ورح تعرفي كيف صارت بعدين القصه بينه وبين بيو. بقى هيدي الفتره كاتيا اخذ قرار انه يبلش ياخذ دروس بالموسيقى، والتحق بالكونسرفاتوار بوقتها بالخفي عن بيو، ويجيب الكتب كان السولفاج والنظريات الموسيقيه والغنى، تخيل، ويخبيهم برات البيت بكيس ورق بالجنينه تما يشوفهم بيو. يعني تتعرفي هيدا اللي على طول بنقوله الفيروس، وقت بيكون موجود عندك فيروس الموهبه الفنيه ما في، يعني قد ما تهربي منها بالنهايه بدك ترجعي تعلقي. هلا لحد ما بيو بالصدفه اكتشف الموضوع،
وردخ للقصة لأنه شاف أنه لأنه بهالوقت شو صار الشغلة الثانية اللي مش منيحة أنه ترك المدرسة بالخفة كمان من الحمبركات وكان خلص عطى كل وقته للموسيقى. هي مدرسة كمان. طبعا طبعا يعني انه هيدي نحن بنعرفها اكثر من غيرنا اكاديميا يعني وقت واحد بيتخصص بالفن بحيالة نوع من الفنون او كان بالغناء او بالعزف انه بالنهاية هيدي فيك تعمل كارير. بالبلدان الغربية هذا اختصاص بيبدا كثير بكير صحيح يعني. صحيح وان شاء الله بلبنان يعني بمناهجنا يصير عن جد واحد وقت عنده موهبة فنية يقدر يبلش فيها من صغير من هو صغير ويعطيها كل وقته. هلا الفتره هيدي دونك بيو اتعرف انه هو ترك المدرسه وشاف قد ايه عن جد موهوب وخاصه انه ملحم بركات كان عنده حظ بالكونسرفاتوار كان عنده ثلاثه من الاساتذه الكثير مهمين اللي هن توفيق الباشا زكي نصيف وسليم الحلو اللي يعتبر طبعا من المؤرخين الكبار واللي عملوا يعني مراجع بالموشحات وبالنظريات الموسيقيه بقى هون شاف انه لا القصه جديه وبتحرز انه نوعا ما يعطيها هذا الوقت. هلا قبل ما نكمل رح نسمع ثاني اغنيه اللي هي كمان من الاغاني اللي ما كثير بنسمعها من ملحم بركات بالاعلام وهي كثير كثير حلوه وهي تانجو هي بين البيوت والقناطر يبقعد. سامر سعد لك. البيوت والقناطر يبقعيد بين البيوت والحلا والمواعيد كان الهنا والسهر كله لنا وافترقنا شو بنا يا هاك العمر السعيد زيني ولون وصوت غناني حمرا خضرا وبنت بأول عمرة ترقص رقصة سمرا وهاك الشاب عيون تسرح بشعر الطويل زيني ولون وصوت غناني حمرا خضرا وبنت بأول عمرة ترقص رقصة سمرا وهاك الشاب عيون تسرح بشعر الطويل بين البيوت والقناطر يبقى عيد بين البيوت والحلا صار كله لنا وافترقنا شو بنا يا هاك العمر السعيد حلو كتير حلو كتير حلوة هالغنية شفت شو فيها هيدي أشهر من هيدي هيدي أشهر شوي من هيدي يمكن لأنه تانجو لأنه شغلة ما كانت كتير عادية بوقتها في مرحلة لابد ما أحكي عنها كمان بمرحلة طفولة ملحم بركات وجوده يعني كشخص من كفرشيما وتقولي كفرشيما يعني قديش انتجت فنانين فعلا كفرشيما يعني ذكرنا منير عبد النور من شوي ذكرنا فيليمو وهبه يعني قديه كانت علاقته قريبه من فيليمو وهبه تخيلي كاتيا انه بقي 4 سنين اشتغل شوفير خاص لفيليمو وهبه ملحم بركات تخيلي هيدا عم نحكي ب وقت كان تين ايجر يعني هاي المرحله يعني قديه انطبع فن فيليمو وهبه بملحم بركات وهو بخبر قد ايه فعلا النصايح اللي كان يعطيها واهم بيقول انه كان يقول له فيليمو وهبه بتعرف قد ايه كانت هيك الاشياء بسيطه عنده فيليمو وهبه كان يقول له ما بحياتك تتفلسف بالتلحين ما تتفلسف روح بالبساطه هيدا اللي بالنهايه بيرسخ بعقول العالم وهيدا اللي كان يقوله عاصي الرحباني يعني على طول الميلودي جربوا قد ما فيكم تبسطوها تتفوت بعقول الناس وبالذاكره تبعهم ويصيروا يرجعوا يغنوها لانه اليوم كاتيا اول اذا بدك بروف انت قدرت تصيبي ولا ما تصيبي هو الناس تقدر ترجع تعيد الغنيه ولا لا يعني في اغاني اليوم بتنبسطي فيها عم تسمعيها جربي ارجعي غنيها ما بتحفظ شيء من اللحن تبعها وهذا اللي كان يركز عليه كثير في ليمون وهبه واللي استفاد منه كثير من ملحم بركات كانوا يعملوا رحلات صيد سوا كانوا يعني عن جد قضى كثير وقت معه لفي ليمون وهبه وفي شخص ثاني كمان لعب دور معه ولو بشكل مرحلي هو حليم الرومي اللي كمان من كفرشيما حليم الرومي اكيد ولدها لماجد الرومي سمعوا بالصدفه في مسرحيه كان اسمها جونوفييف عم تتقدم بكفرشيما ملحم بركات ما كان له علاقه بكدور ما عنده دور جواتها بس كان بالانتراكت يطلع يعمل وصله غنائيه وكان شاب صغير يعني كان عمره تقريبا بال 14 15 سنه وغنى لعبد الوهاب هيدي رغما عن مشيئه بيو انتبه لانه بيو ما كان عارف القصه ابدا وغنى يا وابور وقتها تبع ملحم تبع عبد الوهاب اللي هي طبعا اغنيه كثير كثير صعبه بقى كان حليم الرومي بالحضور بقى بيسمعه بيقول له دغري بيطلب انه يتعرف عليه
وهون بلشت نوعا ما المعرفة وشجعوا كثير، قال له أنت موهبة كبيرة، عندك إمكانيات صوتية كثير كبيرة ولازم تركز على هذا الموضوع. بقى هذه كمان كانت علامة فارقة بمسيرته لملحم بركات. هلأ بعدين بخلال صداقته مع فيلي موهبة ملحم بركات، فيلي موهبة بتعرف كان كمان مشترك مع الأخوين رحباني بمسرحهم، يعني عطول كان الرقم الصعب يقولوا فيلي موهبة، لأنه عطول الهت اللي تطلع من مسرحية فيروز أول هت يطلع لفيلي موهبة مش للأخوين رحباني. وهو بدي خبر خبرية كتير مهضومة، أمهم لعاصي ومنصور الرحباني مرة كانت في يعني في الجيران طبعا بيقولوا لها عم نسمع بالإذاعة غنية جديدة لفيروز مش معقولة شو حلوة، وقالوا لها شو هي الغنية، بعتقد كانت يا دارا دوري فينا بوقتها، قالت له العاصي مش معقول شو حلوة الغنية، قال لها هذا الشيطان هذا العفريت بفيلم موهبة عملها مش نحن. بقى كان على طول أول هت يطلع من مسرحية فيروز كان على طول لفيلم موهبة. هلا فيلم ممكن فهم لعبة الرحابنة، يعني لعبة المسرح الرحباني، ونصحه لملحم بركات، قال له أنا بنصحك رح أعرفك على الأخوين الرحباني، وإذا فيك يعني إذا بياخدوك بمسرحهم بتكون هيك انطلاقة كثير مهمة قوية. وهذا اللي صار، يعني عرفوا على عاصي ومنصور الرحباني وبقي معهم 4 سنين اشتغل معهم بالمسرح، عطوه أدوار بس بهالمرحلة ولا مرة دور بطولة، يعني كان أدوار ثانوية خلينا نقول، وهذا الشيء اللي خليه يرجع يعيد النظر شوي بهيدي التجربة. رح نحكي عن هذا الموضوع. كله علم يعني. علم طبعا. أدواره طبعا. انحفظت. طبعا علم ورح نشوف كيف بعدين رجعوا له بعد سنين لما الحبركات رجعوا استدعوه يعني بطريقة من الطرق الأخوين الرحباني. هلا رح نسمع اغنيه كمان من الاغاني اللي كثير معروفه، رح نفوتها اكثر واكثر بالاغاني الهيتس تبع ملحم بركات، سلم عليها يا هوى. سلم عليها يا هوى هي من كلمات الشاعر علي الحاج البعلبكي اسمه، طبعا ما بنعرف له كثير اغاني بس هي من الاغاني اللي غناها ملحم بركات وهي من الحان ملحم بركات. سلم عليها يا هوى من سامر سعد. عايش غريب بالدار ما عاد لي النوى، مالي على الفرجة طبيب ولا دواء، عايش غريب بالدار ما عاد لي النوى، مالي على الفرجة طبيب ولا دواء، مني أمانة تروح على أرض الأحبايا شفتها وإن شفتها وإن شفتها سلم عليها يا هوى، سلم عليها وانحني برموش عينيها،
ريبيكا على هالعزف كمان بإحساس كتير كبير. ريبيكا قصة كبيرة، ريبيكا قصة كبيرة. بتعرف الحلو فيها ريبيكا بطريقة عزفها بتجرب تكون هيك لو بروفايل، بس بتعمل لك قصص بتسحب لك قلبك فيها فظيعة. بقى تحية كبيرة لك يا ريبيكا. وقفة صغيرة، مع أنه مش عملنا نوقف، بس وقفة صغيرة وحلقتنا بعدها مكملة مع تكريم للموسيقار الراحل أستاذ ملحم بركات. منتابع مع لايف مع ميوزيكال اليوم تكريم للموسيقار الراحل الفنان ملحم بركات. عم نرجع نستعيد هالاغاني الرائعه، هالاغاني الخالده والموسيقى الرائعه كمان مع غسان. غسان طبعا متابعين والشباب محمسين اكثر واكثر، ونحن محمسين ومبسوطين. الحلقه طويله اليوم أكيد. تكريما لاستاذ ملحم. صحيح، يعني تنقدر قد ما فينا نعطي حقه يمكن لملحم بركات. عم نحاول نحكي شوي عن هيك مسيرته الفنية والشخصية، ونجرب قد ما فينا نضوي مثل ما قلنا نعمل بالانس بين الأغاني اللي كتير معروفة والمعروفة أقل. هلأ كنت عم بحكي عن موضوع تجربته مع الأخوين الرحباني. طبعا بوقت من الأوقات بيقول له في الموهبة بعد 4 سنين مما اشتغل بالمسرح الرحباني، مرة فتح الحديث قدامه لأنه عم بيشتكي شوي كم ملحم بركات. عم بيقول له عم بحس أنه هيدي الحدود اللي قدر أعملها مع الأخوين الرحباني، يعني مش قادر أطلع بقى أكتر من هيك بالرغم من الفرصة الكبيرة كان للظهور لإله، بس مثل ما قلنا بأدوار ثانوية. بقى هون قال له في الموهبة، قال له ليك بدك تعرف شغلة، الأخوين الرحباني عندهم النجم تبعهم هو نصر شمس الدين. انت ما دام ما رح يقدروا يعطوك هيدي الفرصه وما رح يعطوك دوره لمنصر شمس الدين، هيدي هي الحدود تبعك. بقى يمكن صار الوقت انك تبلش شوي تطير بجناحاتك انت. وهون اخذ القرار طبعا من ملحم بركات يترك المسرح الرحباني ويبلش يشق طريقه لحاله. وهون اكيد طبعا تنوع نوعا ما، صار في تنوع بمسيرته الفنيه، يعني بلش حتى يعلم عود، يغني، يلحن لغيره. هون بلشت هيدي المرحله اللي البحث خلينا نقول عن هويته الخاصه. هلا الأغنية اللي بنسمعها قبل ما نكمل هي وقت رجع بعد سنوات عديدة على المسرح الرحباني، يعني دعيوه لملحم بركات انه تعا اشترك معنا بعد كذا محاولة هي صارت، وكل كان كل مرة يقول لا، هو لأنه عطول كان عنده شرط، لأنه صار عنده اسمه وصار عنده شرط انه لازم عنده شروط معينة خلينا نقول على المستوى الشخصي. رجعوا استدعوه بعد 82 إذا ماني غلطان، لأنه كان اسمه الربيع السابع، لأنه كان صار الحرب اللبنانية مبلشة 7 سنين. يعني مسرحية الربيع السابع هو لعب وقت بطولتها مع رونزا، أكيد الصديقة الغالي اللي بوجه لها تحية كبيرة. ومن هالمسرحية هيدي كان في هيت ينطروا العالم، يعني كانت لليوم بيحكوا عنه الموضوع الناس اللي حضروا الربيع السابع اللي هي شباك حبيبي. عطول بتخيلي بمسرحية عامة ما بتعملي بيس، بالمسرحية مسرحية هي ما انه كونسرت تقولي بيس، كانت بكل عرض ريبريزنتاسيون يعيدها او مرة او مرتين او ثلاثة كانت شباك حبيبي. من طبعا كلمات وألحان الأخوين الرحباني نسمعها من سامر سعد. دخلت جنة عدن ولقيت شجرها حور، ولقيت بنات الحواري بيشربوا بالدور بدون كاسات الذهب، كاسات من بلور. لا الشريف
حبيبي. يعني الله. كلنا الله. عم نتمتع بهالحلقة الرائعة وبهالصوت الرائع. شو حلو شو حلو. بهيدي كانت مرحلة العودة للمسرح الرحباني. وهون بخبر شغلة من حمبركات بهيدي المرحلة. يعني بتعرفي كانت المرحلة كمان مفصلية نوعا ما بمسيرة الأخوين الرحباني، لأنه كان قبل بسنتين صار في الانفصال بين فيروز والأخوين الرحباني، وكانت نوعا ما هي تشالنج لإلهم، يعني قصة أنه يقدروا يخلقوا نجم جديد اللي هي كانت رونزا بوقتها، اللي كانت طبعا عم تشتغل معهم قبل، بس عطوها مطرح فيروز بمطرح من المطارح. كان تشالنج دونك، كان كل الضوء عليها لرونزا. بقول بخبر من الحمراكات بهيدي المرحلة، بقول وقت وصل أول مرة على المسرح، عملوها وقتها بالجورج الخامس بالمسرح بأدونيس، بقول وقت بوصل على المسرح قبل أول نهار يعني البريمير أول عرض، بيوصل بلاقي كل صور رونزا، وبيوصلوا الصحفية كلهم مقابلات مع رونزا من شو من الحمراكات، ما حدا أعطاه أهمية. يعني أنه بفتش وبيسأل بلاقي انه يقال انه نوعا ما كانوا الرحابنه، لانه بدهم يجربوا ما يحطوا كثير الضوء عليه، لانه بده يخطف الاضواء من مين ما كان، كم من الحمبركات. وبالنهايه هذا اللي صار بقلب المسرحيه، مثل ما قلت لك يعني الناس عم تنطر من الحمبركات شو بده يغني، بالرغم من عظمه صوتها لرونزا والاغاني الرائعه اللي ادتها، بس ملحم فرض حاله بمطرح من المطارح. وبعدين شخصيته هو، وهذا اللي بدنا نحكي عنه هلا بالحلقه، انه قد ايه كان عنده كاريزما هذا الزلمه. بقى رجع قال لهم هيك ما رح فينا نكمل، بقى بدكم ترجعوا تعيدوا كل شيء بموضوع الكوميونيكيشن. رجعوا عملوا بوسترز جداد وحطوا له صور ومثل ما لازم مثل ما هو بده اياهم، لانه كان يعرف هذا الزلمه شو قيمته. يعني كان يعني ما كان يلعبها كثير تواضع من الحمبركات، كان يعرف شو اهميته. نعرف كثير منيح هالشيء بالضبط. بقى ومن هيك انه يعني ما كانوا بيقدروا يخفوا الضوء عنه باي شكل من الاشكال. هلا رح نسمع الاغنيه اللي بعدها اللي رح نسمعها، هي بتعرفوا وقت عملت كاستنج لهيدي الحلقة كاتيا، اجاني كثير فيديوز، 90% منهم اجوا عن هيدي الغنية مغنيينها. فيك تأكد هيك تحذري شو هي؟ أول ما تفرش عن جد تفكر ملحن بركات بتفكر فيها الأغنية، شيء غريب قد ايه دائرة العالم. ما في ورد؟ لا مش ما في ورد، ما في ورد جديدة. ما في ورد جديدة ما زبطت معك. هي يا حبي اللي غاب. يا حبي اللي غاب. يا حبي اللي غاب طبعا هي من كلمات الشاعر منير عبد النور، اللي مثل ما قلت لك هو من كفرشيمة ولعب دور كتير كبير بحياته الفنية لملحن بركات، وهي من عمل سينمائي عمله ملحن بركات اللي هو حبي الذي لا يموت. وكان في 4 شعراء بدهم يعطون مجال يغنوا يعني يكتبوا هذه الأغنية، اللي هي كانت الفينال تبع طبعا الفيلم، وهي بتموت فيه البطلة، وهو بيغني لها يا حبي اللي غاب من عمري أنا. وانطلب وقتها من يعني أخذ من منير عبد النور الكلمات اللي اختارهم، فعلا أغنية رائعة وكتير كتير هيك بتأثر، من طبعا ألحان ملحن بركات يا حبي اللي غاب. لمين 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 الزهر بينحني
الشروق لمين 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 شمسك يا دنيا يا حبي يا غالي يا ساكن ببالي سواد الليالي حياتي أنا 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 يا حبي يا غالي يا ساكن ببالي سواد الليالي اعتراف بالقيمة الفنية لفنان من هالنوع يعني غنى شو بدنا تواضع ومش تواضع أكيد. يعني وكل الحديث اللي بينحكى طبعا كان عنده شخصيته يعني الكتير اكسنتريك يعني استاذ ملحم وهيدا يلي كان بيميزه كمان كشخصية ولكن الاعتراف بقيمة الفنان ضرورة يعني فعلا للحفاظ على هالمدرسة طبعا للحفاظ عليها بعدين بتعرفي وقت تعطي قيمه لفنان وبتعطيه هيك خلينا نقول حقه بمطرح معين ما الكل بيكونوا مستفيدين عرفتي يعني هذا. انت وقت بتحطي الضوء على شخص مثل ملحم بركات بعمل مسرحي ما كل الـ يعني الكاتب والمخرج والملحن والممثلين والتقنيين ما كله بالنهايه هن جزء من المجتمع الفني والمجتمع ككل اكزاكتلي يعني عم بالنهايه الكل نجاح ولا مره بيكون حكر على حدا اكسكلوزيف لحدا النجاح العمل هو بصيب الجميع وهذا اللي صار بالنهاية. هون أكيد بدنا نقول إنه ملحم بركات مسرحيا كمان تعاون مع روميو لحود بعملين وتعاون يعني بنفس الوقت بلش يلحن أكثر وأكثر للمطربين يعني لحن لوديع الصافي لصباح لحن لماجد الرومي طبعا بمراحل بعدين لاحقة باسكال صقر غسان صليبة أحمد دوغان فعلا لمجموعة كتير كتير كبيرة وعطول هيتس عطول هيتس اللي يعملهم كان وليد توفيق أبوك مين يا صبية وبتعرف هيدي عطول بخبره هيدي الخبرية هيدي وقت اللي عطايها لا وليد توفيق كان بحالة مادية يرسلها ملحم بركات يعني فعلا كان كتير بحاجة لمصاري وعطاه هاي الأغنية لوليد توفيق ودفع له وقت مبلغ كان لا بأس به وهيدي الأغنية اللي رجعت فتحت له نوعا ما الطريق لملحم بركات أنه وهي عم نحكي بمرحلة قديمة عم برجع شوي بالزمن لورا أنه رجعت فتحت له كتير بواب ورجع عمل كتير هيتس بعد هيدي لعدة مطربين هلأ الأغنية رح نسمعها بعدها كمان من مرحلة منير عبد النور كشاعر من ألحان ملحم بركات ولا مرة كنا سوا لما عيوني شافت عينيك عينيك بالليل روحي غارت عليك سهران بقربك حيرني بعدك ضايع وقلبك ضاع بين ايديك وانا غنيت لعيونك غنيت لقربك غنيت 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 والله غنيت وانا جمعنا الهوى يا حبيبي
هيدي جزء كاتيا من المرحلة الثالثة بمسيرته لملحن بركات، اللي بلش فعلا صار فيه هيك نوعية أغاني معينة اللي هي الطرب الشعبي اللي عليه امضى ملحن بركات كتير واضح. يعني بتسمعي أول اثنين مزور منها بتعرفي هيدا ملحن بركات، يعني ما بقى في شك بالموضوع. وهي المرحلة صار يعني كتير يتأنى تيعمل عمل، ومن هيك كانوا عطولي لمو يقولوا انه صار لنا سنة مش سمعين شيء منك، عرفت شو؟ كان يعمل غنية كل سنة وهت يضرب على أشهر، يضرب كل الأغاني كل الهيت باراد كل هيدا. بقى هون كانت أهميته لملحم ياخد وقته لحد ما تتخمر الأغنية وينزلها. كان وهون لابد ما أقول شغلة كانت كتير مميزة عند ملحم بركات، ما كان يحب يسجل باستوديو أبدا، ومن هيك منشوف اليوم أغلبية تسجيلاته كلها من حفلات حية. كان يحب هيدا التواصل مع الجمهور، وكان يقول إنه اللي أكتر شيء بيعطيه هيدا الانسبيريشن هيدا الإبداع بمطرح معين هو تفاعله مع الجمهور. ومن هيك كان بتسمع العجايب وآه يا أبو مجد وهالقصص كلها بقلب الحفلات تبعه، وهذا اللي نوعا ما كان يعمل له بوست. هلا رح نسمع أغنية اللي هي فعلا يمكن عندها دور كتير خاص، يعني يمكن بقلبنا عندها مطرح خاص، لأنه هي نزلت بعد ما توفى ملحن بركات، هي كرمال النسيان طبعا من كلمات نزار فرانسيس. بقى رح نسمع من سامر سعد. كرمال النسيان لا تقلي نرجع نتلاقى، كرمال النسيان وردتنا لا تعد ورقى، كرمال النسيان لا تقلي نرجع نتلاقى، كرمال النسيان وردتنا لا تعد ورقى، بترجع لي ما بترجع لي، بترجع لي ما بترجع لي، لا تعيد اللي كان، لا تعيد اللي كان، كرمال النسيان اللي بيترك دمعة أحباب وعنص الطريق، ما بيرجع تيمحي غيابه كأنه بريق، اللي بيترك دمعة أحباب وعنص الطريق، ما بيرجع تيمحي غيابه كأنه بريق، الغادر مش بريق، الظالم مش بريق، مش بريق، غادر مش بريق، الظالم مش بريق، غيابك مش بريق، غيابك غيابك مش بريق. بتأثر هالأغنية فعلا، شو بتأثر ريمي، مرسي كتير على عزفك الحلو. بدنا ننهي هلأ الحلقة بمدلي أغنيتين بعتقد ناطرين الناس، رح أتركهم مفاجأة بيناتهم، بقدم واحدة منهم لمابال البروديوسر طبعنا لأنه بعرف أنه بتحبها كتير، وبتأمل عن جد أنه ملحن بركات يعني مثل ما هو هيك سورس دانسبيراسيون لإلنا كلنا كفنانين، يعني هاليوم الملحنين الموجودين اليوم ياخذوا هيدي المدرسه بعين الاعتبار ويعرفوا كيف الاصاله بتكون بالتلحين وبالاداء. بقى تحيه كبيره لروح ملحن بركات، على امل انه نكون قدرنا نوعا ما نعطي شوي من قيمته على طريقتنا الخاصه. واكيد بترك المشاهدين مع اخر اغنيتين اللي هن فعلا كثير حلوين. نحن بنلتقى بعد شوي كمان مع الممثله الفنانة نوال كامل اللي هي ممثلة مسرحية وتلفزيونية وعندها أدوار فعلا أثرت فينا، راح نشوفها بعد شوي.
في ورد بيطلب مي الورد بيبقى سكوت إذا ما سقيته شوي شوي عالسكت بيموت ما في ورد بيطلب مي الورد بيبقى سكوت إذا ما سقيته شوي شوي عالسكت بيموت ما في ورد بيطلب مي الورد بيبقى سكوت إذا ما سقيته شوي شوي عالسكت بيموت شوي شوي عالسكت بيموت جيت بوقتك فرفح قلبي فرفح قلبي آه يا قلبي زحل عتمي زحل عتمي زحل عتمي لساكن دربي دقت الحب ومر الحب دقت الحب ومر الحب دخيلك شو عملت بقلبي دخيلك شو عملت بقلبي دخيلك شو عملت